السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا اصدقائي متابعي قناه رحله في أه توصلت برساله هي رساله لائمه مساجد المملكه المغربيه يعني كما يظهر لكم أه رساله توضيحيه للراي العام وفيها رد على وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه على تصريح الله وجواب الله في مجلس النواب عند موجه له سؤال عن تحسين وضعيه الائمه والقيمين الدينيين وعن قضيه توظيفهم فكان جوابه أنا أنا كتبت جوابه لكن استمعوا للجواب هكذا قال قال بأن القيم الديني أو الإمام له وضعية خاصة في هذه البلاد ثم أضاف قال بانه ماشي انسان يعني كيادي خدمات بل هو انسان ملتزم معايا يعني مع الوزاره بالضمير ديالو حسب ثوابت هذه البلاد وسيضيف لهذا ديالنا يعني المغاربه كانوا عارفين هذا وكانوا يسمونه الشرط يعني استمعوا الى تتمه كلامه يعني هو يضيف ويوضح بان هذا زعما لا يعني بان تحسين وضعيه الامام ما تحسن لان ربما توصل الاجر اكثر من اجر الوظيفه لكن ما يتحسب على الوظيفه باعتبار انه شرط أه صراحة هو وراء هو هو كلام صادق صادق في الكلام لكن لو أنه التزم بتحسين وضعية الأئمة والقيمين الديني ولا كان أجرهم أجرا مشرفا لا محتاج ولا مضطر إلى الاحتجاج وإلى المطالب بتحسين وضعيتهم يعني لو كان على أنهم فقط يعني على الشرط الذي كان قديما وأنهم بتعاقد مع الوزارة وبتعاقد مع السكان بحسب الأئمة المشارطين فينبغي ان يكون اجرهم مشرفا واجرهم مهما حتى يمكن ان يتغلبوا على صعوبات وعلى مصاريف المصاريف الحياتيه ثم يواصل كلامه الذي أثار هؤلاء الأئمة الذين كتبوا هذه الرسالة هو, هو قوله أنهم كيأديوش خدمات وهذه الرسالة سترد وستجيب على ذلك أقرأها على مسامعكم إن الخدمات التي يقوم بها الإمام المغربي في خدمة الصالح العام أكثر من أن تحد حيث يجب حيث حيث يقوم بخدمات أنا أقرأ من الجهاز أفضل حيث يقوم بخدمات جليلة وعظيمة لا تتناسب مع الأجر الزهيد الذي يتقاضاه من من الوزارة لا يسمن ولا يغني من جوع ولا تلبي حاجيات أسرة الإمام ومتطلباتهم المعيشية وهذه المهام التي يقوم بها الإمام قد تستغرق أحيانا أكثر من خمسة عشر ساعة في اليوم من طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس أي ما بعد العشاء فضلا عن انه يشتغل حتى في حاله الطوارئ وذلك لما يكون لما يكون احد جماعته مريضا قد يشتغل ويزوره في الثلث الاخير من الليل او يتصلون به ياتي من مدينه الى مدينه او من قريه الى قريه من اجل ان يعالج المريض او ان يغسله ان توفي فعلى العموم وظائف الامام واعماله تتصف بالديمومه 24 ساعه على 24 ساعه وسبعه ايام على سبعه ايام. نذكر منها على سبيل المثال الى الحصر. سيذكرون الخدمات التي يقدمها يقدمها الائمه. اولا الامام ينوب عن الامام الاعظم امير المؤمنين ومهمته ساميه وراقيه ويقدم للامه وللدوله خدمات هامه وتهم الدوله. ثانيا الاسهام في الامن الروحي واستقرار البلاد والحفاظ على ثوابته اماره المؤمنين العقيدة الأشعري المذهب المالك التصوف السني ثالثا الإسهام في محاربة الأفكار الدخيلة والشاذة التي من شأنها أن تزعزع استقرار البلاد ووحدة الصف كما أن من الآئمة من يتحمل أعباء التربية الصوفية التي هي من ثوابت المملكة بل هم الضامنون لاستمرار الثوابت خصوصا المتعلقة بالمذهب المالكي والتصوف السني إذ هم من يوجدون في الواجهة أمام الرافدين للثوابت رابعا تحفيظ يعني من الخدمات التي يؤديها الأئمة رابعا تحفيظ الصبيان القرآن الكريم وبعض المتون الشرعية وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم خامسا الحفاظ على جل الشعائر الدينية داخل المسجد إمامة الناس في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد والجنائز وبعض الصلوات الموسمية كالاستسقاء الكسوف الخسوف التراويح رفع الآذان قراءة الحزب الراتب مساء وصباحا رواية الحديث وهل مجرا سادسا تنشيط المناسبة الاجتماعية كالولاء من خطوبة وإعراس والعقيقة والتأبين آه بعض هذه الوظائف لا, لا ليس لا يلزم ان اكون انا متوافق معنا فقط اقرا عليكم رساله الائمه سادس آه سادسا قلنا تنشيط المناسبه الاجتماعيه سابعا المساهمه في التطبيب والاستشفاء زياره المريض والدعاء له والمساهمه في تجهيز الميت الصلاه عليه ودفنه ثامنا المساهمه في قضايا يمكن ان تعرض على القضاء اصلاح ذات البين اصلاح اصلاح بين الناس في حي او الدواوير والمداشير كما يقوم باصلاح بين الزوجين اللذين يقفان على الطلاق وبهذا يكون قد اسهم في الحد من من تشرد الاسر والاطفال والحد من ارتفاع نسبه الطلاق. تاسعا من الخدمات التي يقدمها الائمه والقيم الدينيون كما يقوم الامام والخطيب بتوعيه الناس وتوجيههم وذلك في المواعظ الاسبوعيه. عاشرا ومن الائمه من يقوم بتدريس العلوم الشرعيه في حاله ما اذا كان المسجد مرتبطا بمدرسه عتيقه او بتدريس القران الكريم ان كان المسجد مرتبطا بمدرسه لتحفيظ القران الكريم وحينها يقوم بالتدريس والتربيه. الحادي عشر فان الامام ليست مهمته فقط كل ما ذكر بل في نفس الوقت حارس للمسجد وممتلكات 24 ساعه وسبعه ايام على سائر يعني دائما. الثاني عشر من الخدمات التي يقدمها الائمه والقيمون الدينيون ويكفي في ثقل مسؤوليه الامام انه يضمن صلاه من يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، وعلى العموم فان الامام في المملكه المغربيه يقوم بوظائف واعمال وادوار مختلفه ومتعدده في شتى المجالات، فتاره يقوم بدور النائب عن امير المؤمنين في الامامه الصغرى. فيؤم الناس وتارة بدور الطبيب زيارة المريض والدعاء له وتارة بدور منشط الحفلات وتارة يقوم بدور مغسل الأموات وتارة يقوم بدور المعلم والمربي فيعلم الصغار ويقوم بتوعية الكبار وتارة يقوم بدور القاضي فيصلح بين الزوجين وبين الناس فلولا قيام الإمام بهذه الخدمات والوظائف داخلة وخارج المؤسسة الدينية للحفاظ على الأمن الروحي للبلاد فأسرة مساجد المان مكة المغربية فاسرة مساجد المملكة المغربية يريدون تسوية وضعيتهم الادارية واجرة محترمة تكفي قوت عيالهم والادماج في الوظيفة العمومية فمن يا ترى سيقوم باداء هذه المهام والخدمات مقابل منحة رمزية وهزلية لا ترقى الى الحد الادنى للاجور فهل يا ترى كل هذه الخدمات الثقيلة التي يقوم بها الامام لم تعد لا خد... لا تعد خدمه للدوله والحفاظ على ثوابتها، لماذا لم تكن لهذه الخدمات والمهمات التي يقوم بها الامام اجره محترمه تضمن كرامته هو واسرته وتلبي للامام متطلبات الحاجيات اليوميه. ثم لماذا جل هذه الخدمات التي يقدمها الامام داخل المؤسسه الدينيه لا تسمح له بالادماج في الوظيفه العموميه. أسوة بإخوانه المغاربة المشتغلين والذي يضمنه الدستور وقانون الشغل بالمغرب وهل جهاز كامل من مرشدين ومراقبين ومندوبيات الأوقاف ومجالس علمية ونظارة الأوقاف نهيك عن المجلس العلمي الأعلى كل هذا أسس ليخدم مكانا لا يقدم أي خدمة للدولة يتساءل أئمة مساجد المملكة المغربية وحررت الرسالة يومه يعني اليوم الثالث عشر دجنبر 2021 والرسالة كما قلت هي من أئمة مساجد المملكة المغربية وقد يقول قائل أو يتساءل عن عن زم صحة هذه الرسالة أو عن مصدرها وأنتم تعلمون فإن الأئمة لا يسمح لهم بتأسيس هيئة أو بتأسيس نقابة حتى تصدر عنها مثل هذه البيانات ومثل هذه التوضيحات ولذلك نضطر عبر بعض المعارف أو ممن من رسائل تصلنا لهؤلاء الأئمة الذين يعانون من وضعية يعني للأسف وضعية محرجة ماديا ويضطرون إلى أن يطالبوا ويلحوا في الطلب حتى يتم تحسين وضعيتهم الاقتصادية ووضعيتهم المادية إلى مادة أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه متابعي مشاهدي قناة رحلة في والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته